أحد الأرثوذكسية من كتاب حروب الأيقونات لمؤرخ الكرسي الأنطاقي الدكتور أسد رستم. الأرثوذكسية هي كلمة قديمة جدا تعني التمجيد القويم، أي استقامة الرأي، وبالتالي هو الإيمان السليم والمسلم بحد ذاته من الرب يسوع نفسه والمستمر بالكنيسة مدى الأجيال بالروح القدس، ترجم صلوات وتراتيل ومواعظ وأناشيد، والذي يجمع بالتساوي بين الكتاب المقدس والليتورجيا وتعاليم الآباء القديسون. هو الأحد الأول من الصوم، نعيد فيه تذكار تعليق ورفع الأيقونات المقدسة بعد حقبة طويلة من السنين عرفت بحرب الأيقونات، وذلك في القرنين 8 و9 ميلادي. استمرت حرب الأيقونات لأكثر من 100 عام، حيث دمرت وحرقت الكثير من الأيقونات، وسفكت فيها دماء عديدة من الرهبان والمؤمنين الذين دافعوا بشراسة عن لاهوت الأيقونة وارتباطها بسر التجسد. أسباب عديدة ومختلفة أدت إلى هذا الاضطهاد الدموي، منها من داخل الكنيسة نفسها، ومنها عوامل خارجية محيطة ومعتقدات أخرى مختلفة ومضادة، لكنها كلها سببها واحد، وهو رفض تجسد المسيح، أي رفض أن يكون الله أصبح إنسانا، وبالتالي ضرب مشروع الخلاص كله بعرض الحائط، وهذا طبعا شيطاني. انقسمت هذه الحرب إلى مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى بدأت في العام 726 ميلادي وامتدت إلى العام 787 ميلادي، وذلك عندما هاجم الأمبراطور ليون الثالث الأيقونات ومنعها وأحرق وأتلف وكسر منها كل ما طالته يداه، كما اضطهد لدرجة القتل كل من خالف قراراته من المسيحيين. انتهت المرحلة الأولى في ظل حكم الأمبراطورة إيريني، كما انعقد على إثر هذه الأحداث المجمع المسكوني السابع عام 787 ميلادي في نيقيا، والذي ضم 357 أسقفاً، أقر هذا المجمع تكريم الأيقونات لارتباطها بسر التجسد. المرحلة الثانية امتدت هذه المرحلة من العام 813 ميلادي لغاية العام 842 ميلادي. بعد موت الإمبراطور ثيوفيل المحارب للأيقونات، قامت الإمبراطورة ثيودورا بوقف هذا الاضطهاد الشنيع، وكان هذا انتصارا ثانيا. السبب أن عقيدتنا إذا كانت منحرفة فالإمساك عن الطعام لا ينفعنا شيئا. الإيمان الصحيح والقويم هو بدء الحياة المسيحية وركنها واستمرارها. تأسس هذا العيد عام 842 ميلادي بعد هزيمة محاربة الأيقونات، وكان يقرأ في هذا الأحد في الكنائس مستند رسمي اسمه السينوديكون، الذي كان يحرم كل الهراطقة بأسمائهم. نحتفل في الأحد الأول من الصوم الكبير بعيد أرثوذكسيتنا التي هي كنيسة الأباء والقديسين والشهداء والأبرار، فنحتفل بما تنبأ به الأنبياء وبالتعليم الذي استلمناه من الرسل وكتبه الأباء، ووافقت عليه المسكون الذي به بقيت مستقيمة الرأي وأظهرت الحقيقة المستلمة من الرب يسوع المسيح لكل العالم. لهذا السبب في هذا الأحد تأخذ الكنيسة على عاتقها المسؤولية كاملة أمام الله والتاريخ وجماعة المؤمنين، وتؤكد بأن إيمانها هو بالحقيقة ذات إيمان الرسل والآباء وإيمان كل أرثوذكسي حق. هذا اليوم هو يوم انتصار، أي انتصار إيمان الكنيسة على التعليم الكاذب المميت. ابتدأ هذا الانتصار منذ تجسد الله وصيرورته إنسانا، فاتحدت الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية، ويتبعه انتصار المسيح على الموت بالقيامة. فرحنا بقيامة المسيح من الأموات يساوي فرحنا لانتصار الأرثوذكسية على التعليم المنحرف. وكما يحتفل كل مسيحي بالقيامة، يجب أن يحتفل كل أرثوذكسي بانتصار أرثوذكسيته على انتشار الإيمان المفسد الحياة. قال الرب: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. هذا هو إيماننا، مستند على حضور المسيح في الكنيسة وهو الذي يصونها. إن النصوص المتلوة أو المرنمة في صلاتي مساء وسحر هذا الأحد تلح على حقيقة التجسد، فالمسيح المتجسد هو المثال الجوهري والأصلي لجميع الأيقونات،
وتعبر بعض جمل التريودي عن المعنى العميق لإكرام هذه الأيقونات. كان القديسون الممجدون أيقونات حية لله، وإن كانت غير كاملة لقد باتوا أيقونة على مثال الأيقونة الأولى، أي المسيح الإله المتجسد. وهذا معنى كلمة أيقونة باليونانية التي تعني نموذج عن المثال الأصلي. من هنا نقول أن الأيقونة تكتب ولا ترسم، أي تكتب بالروح فتصبح حية كالمسيح الذي تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، على ما نقول في دستور إيماننا. إنجيل هذا الأحد يعبر عن الإيمان الأرثوذكسي بقوله: إنكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن البشر، أي المسيح. فإذا كان الرب يسوع هو الجسر القائم بين السماء والأرض، يكون هذا تعبيراً على أنه الإله الوحيد والحقيقي. فلنرفع أيقوناتنا عالياً ونقول بصوت جهوري: هذا هو إيماننا وسنحافظ عليه إلى الأبد.